بسم الله الرحمن الرحيم وحياكم الله، أهلا وسهلا بكم بمحاضرة اليوم اللي راح تكون لمادة النحو. إن شاء الله موضوع اليوم اللي راح نناقشه هو موضوع المودلز. طيب، أكو أحد يعرف معلومة عن المودلز؟ شنو هذه الأفعال؟ وين تستخدم؟ كم واحد عندنا؟ عند قصة. تمام، شكرا. أوكي، أكو أحد يعرف بعد فد معلومة عن هذه المودل فيربس؟ شنو هذه الأفعال؟ شو أستخدمها؟ وين تكون موقعها بالجملة؟ أفعال ناقصة لا تحتاج إلى فعل مفاعل. أوكي، شكرا، ممتاز، صح؟ بعد يصير أستخدم فعلين مودلز بنفس الجملة؟ يصير ولا ما يصير؟ ما يصير. ممتاز، تمام، good. طيب، احنا نعرف بالمضارع البسيط نضيف S على الفعل الرئيسي إذا كان الفاعل مفرد. طيب، وإذا كان عندنا الفاعل مفرد بالمودلز هم نضيف S ولا ما نضيف؟ ما نضيف، هو ما يحتاج لفعل مفرد. تمام، ممتاز. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله عادل. شلونك دكتور؟ حياك الله حبيبي، انت شلونك؟ الحمد لله. دكتور شو كنت محاضرة؟ بس عفوا صوتك يقطع، المحاضرة قبل شوي بدينا ما صار لنا دقيقتين ونص، مو هواية. يعني بدأت جابتر. لا عزيزي، احنا بالكتاب حاليا جاي نشرح بالمودلز، استونا بدينا به، بعدنا ما سوينا شيء، فقط بالمودلز بهاي الصفحه تشابتر 3. تمام، شكرا، حياك الله عاد. ثانك يو. يو واكم. تمام، اوكي، خلينا نقراها حتى نتعرف اكثر على تفاصيلها، وخليني اشرح لكم ان شاء الله. بالبدايه جاي اقرا بالكتاب هذا، اذا الكتاب عندكم موجود راح تعرفون وين جاي اقرا بالضبط. The models are a group of auxiliary verbs. هم الافعال، models هي مجموعة من الافعال المساعدة. عندي can و could may و might must و ought. هاي مو out ولا out، ought. نقراها ought. shall و should will و would. طيب بهالحالة أي فعل ما لقينا به ماضي بس مضارع يا فعل من الأفعال الموجود حالياً؟ الأوت. وبعد فقط الأوت. نو no. أكو فعل ثاني؟ ماست. أها، تمام، very good. خلنا نعرف ليش هذه ما بيهن ماضي، وهل بيهن ماضي ولا ما بيهن، حتى راح نستخدمها ان شاء الله، نضيف لكم معلومه عليها. تمام، اوكي. طبعا هذه مو بس هي المجموعه الوحيده، هي المودل فيربس، اكو افعال اخرى مشتقه من افعال حتى تكون افعال مودل فيربس. تمام. The phrasal models are a group of verb phrases. تمام، عباره الافعال الناقصه الموجوده اللي هي متكونه من مجموعه كلمات، مثل عندي be اللي قصدهم بيها is و are و am. be able to مثلا I am able to, she is able to, we are able to. فالable يعتبر من افعال المودلز اللي يسمونه phrasal models. عندي be allowed to و be going to و be supposed to و have to و have got to. وضيفوا ياها had to. هذه مجموعة الأفعال اللي ممكن نسميها phrasal models. phrasal models هي عبارة عن مجموعة كلمات تبدأ بفعل، تمام، ونستخدمها لما عندنا فد شيء إلزامي أو فد أمر لازم نتبعه أو فد ضوابط لازم تطبق. المودلز كلش حلوة وكلش مفيدة إذا ضبطونها من هسه. راح إن شاء الله مستقبلا باللغة راح تطور من اللغة كلش هواية. طيب، هذا هسه المودل فيربس.
بالبداية قبل لا نضيع وقتنا نقرأ هذه القطعة ونتعرف على تفاصيلها، خلينا نتعرف على أنواع المودلز. عندنا can و could، may و might، must. شو نقرأها؟ قلنا هذه وبعد المست شو نقرأ؟ ought. ought مو out. اوكي ought to او ought، يفضل يجي وراء ال ought to. اوكي shall، should، will، would. اوكي هذه هي المودلز بحد ذاتها لوحدها، ما تحتاج الى اي شيء، تعمل كفعل مساعد، ما اقدر استخدمها كفعل رئيسي. تمام. اللي بعدها عندي phrasal models، هذه هي مجموعة من الأفعال. تمام، اللي هي قلنا البي مكونة من is و are و am و was و were. لما أريد أقول مثلا أنا قادر على فعل الشيء، I am able to do. I am able to do يعني أوضحها لكم أكثر إذا ما واضحة هذه الشغلة. يعني عندي البي، قلنا شنو اصلها البي شباب؟ اكو واحد ممكن يقول لي اياها؟ البي الاز والار والام، اها، والوز والوير. تمام. فاذا بدي اقول مثلا اي بي مثلا تو سي هيم يسترداي، عفوا يسترداي، شنو ممكن اخلي هنا مكان البي؟ إز؟ آم؟ لا إز ولا آم؟ الآم، الآم ولا آم، على كيفكم، بس على كيفكم. حجيكم صح كله، لكن عندي كلمة يسترداي، الإز والآم مضارع، لازم الواز؟ أها، لازم نخلي الواز، مو صح شباب؟ فإحنا هنا يتغير، صح محمد، ممتاز، محمد خالد، تمام؟ شباب؟ الإجابة اللي قلتوها، اللي قال آم واللي قال إز، هو صح إذا كان مضارع وإذا كان عندي غير الآي، لكن الآي تأخذ ووز بالماضي وتأخذ آم بالمضارع، لازم شنو أخلي مكانها؟ أخلي مكانها ووز. I was able to see him yesterday. إحنا نتابع الجملة ونشوف زمن الجملة وعليها نغير حسب الفعل. طيب خلوني بعد نعطي مثال ثاني. عندي بي، تمام، اوكي شنو ممكن اخلي هنا؟ هنا از نو دكتور نو، بس على كيفكم، شوف الفاعل شنو هو. ذا دكتورز وير، نخلي وير، اها نخلي وير، شكرا لك محمد. ليش نخلي وير؟ عندي لاست نايت، عندي ماضي. اوكي شباب، لطالما عندي ماضي لازم اخلي، اذا قلنا ار حجيكم صح اذا مضارع، هي جمع دكتورز، تمام حجيكم صح، فشنو اخلي؟ لازم اخلي وير، ذا دكتورز وير. اذا قلت ار لازم ما عندي هاي اللاست نايت، انا مشكلتي باللاست نايت، لاست نايت هي ماضي، فمن المستحيل ان استخدم مضارع مع ماضي، لازم اخلي ماضي مع ماضي. واضح شباب؟ وياي ان شاء الله. وياك ان شاء الله. وياك دكتور. تمام. طيب هسه هذه الجمله نفسها اللي انا جاي اشرح عليها، ممكن هاي الجمله الاولى نسويها نيجاتيف؟ بلي. يس، ندخل النوت على الوزن. ممتاز ممتاز، يصير اي وزنت. طيب الجمله الثانيه yes. ممكن نسويها كويستشن؟ بلي، نقدم الوير بالبدايه. بلي. ممتاز. إنزين هنا أنا راح أسألكم سؤال. الجملة الثانية ممكن نحللها ونعرف الفاعل والفعل الرئيسي والفعل المساعد والتكملة وين؟ شباب. الفاعل بالبداية جاي دكتور. تمام. اللي هو قرأ ليها. The doctors. The doctors. شكرا لك محمد، عاشيدك، ممتاز، حطيت فرصة للشباب يشاركوني أنا، ممتاز. الفعل وين يا شباب؟ الفعل الرئيسي أو المساعد؟ وين؟ وير. شنو هذا حوراء؟ فعل رئيسي.
مساعد. اوكي متأكدة حمراء؟ تمام. اي هو مو فعل مساعد. تمام شكرا جزيلا. لا انت متأكدة من جوابك، لا تخافين من الجواب. لطالما عندي فعل ثاني، لطالما عندي مضيوف على الفعل الرئيسي اي دي، تمام، فتغيرت الفكرة كلها هنا، فلازم الفعل الوير هو فعل مساعد. تمام اوكي شكرا. اللاود هو الفعل. اللاود هو الفعل الرئيسي. Very good. صح تمام كلش ممتاز. لكن هنا الالاود تو كلها البي اللاود تو جاية بصيغة فعل مودل. تمام فتعامل معاملة مختلفة تماما. حتى ما تدوخون، حتى ما تدوخون شوي، اكو شيء ما اقدر اشرحه لكم حتى لسه صعب عليكم، بس ممتاز. هسه فهمنا شنو جاي نسوي، صح شباب؟ واضح يعني؟ واضح كلش دكتور. تمام تمام. عدنان، مروة، ريم، عادل، كلكم واضحين شباب؟ ان شاء الله يمكن ماكو شيء صعب ان شاء الله. واضح استاذ واضح. تمام تمام الكل. اتمنى انا اعيد، ما عندي اي مشكله واساعدكم ان شاء الله. طيب نرجع للكتاب مالتنا نكمل. عدنا الايبل تو، وعرفنا البي عرفناها بالمضارع بالماضي، والبي going to supposed و have to و have got to. ننزل تحت، هذا ما راح اقراه انا حتى لا ادوخكم بي، راح ابدي اشرح لكم على المودلز والفريزل مودلز. تمام. The models also called model auxiliary verbs، لان هي افعال مساعده، فما راح تتعبنا. الفعل اللي يجي بعدها لازم يكون فعل مجرد، لازم ما يقبل خطأ، لازم لازم شباب. النقطة الأولى، لازم الفعل اللي يجي بعد المودلز فعل مجرد، لا ing لا ed لا s ولا أي شيء. تمام النقطة الأولى هذه. النقطة الثانية، من المستحيل أن نستخدم فعليا مودل بنفس الجملة. يعني شنو أقصد؟ يعني أنا هل من الممكن أقدر أقول I can may see you tomorrow؟ يصير تناقض بالجملة دكتور. أصلاً ما تجي، ما يصير خطأ، فما يصير أستخدم two models بنفس الجملة، لأن يعني كل واحد إلى استخدام. صح محمد، مو تناقض وإنما اختلاف فكرة تماماً، يعني الموضوع يصير مو صحيح. تمام. فأي لازم يصير يا أما I may see you أو I can see you، مو صح شباب؟ تمام خليني اوضح اكثر لكم واشرح الكتاب اللي عندكم. هنا are single words that always have the same form، كلهم ذن دائما، عفوا، اللي يجي وراهم يكون نفس الشكل، ما يتغير الفعل اللي يجي بعدهم. We should wait for David، he may come soon. الكل ان شاء الله جاي بالصفحه شباب، لان شوي راح اتعمق بمواضيع لازم تتابعوني جاي بالكتاب، اكو اشياء تحتاج متابعه ان شاء الله دكتور من طرفكم. تمام ان شاء الله. اوكي good very good. طيب اوكي others can could might must ought shall will would. تمام we use models before the base forms of other verbs. تمام I can wait. تشوفون هالكلمه طخ شباب البولد، تشوفونها شباب تشوفونها بريد. تمام قبل شوية بداية المحاضرة شرحت لكم، قلت لكم بعد الأوت يفضل نخلي تو بعد الأوت، لأن ما أقدر أقول I ought go، لازم I ought to go. أوكي شباب واضح؟ بالبداية بالشرح إذا ذكرتوا فوق هنا بالصفحة فوق من كتبهن. تمام ما مكتوب تو، جاي شوفون شباب وين جاي أشر أنا بالماوس، هذه ought. نعم دكتور ما بيها تو، لكن هنا أنا لازم تخلي تو حتى تصير الجملة واضحة. ought to go home. تمام أوكي. طبعا حاليا بحداثة اللغة هذه الـ ought to ما مستخدمة أصلا، صارت من اللغة اللي يسموها dead language، انتهت هذه، تستخدم بكثير عن الناس الكبار بالسن والبريطانيين أكثر شيء. تمام not you ought go home هذه خطأ، ما يصير. الـ ought to تذكروها شباب، هاي كلش مهمة، الـ ought يجي وراها لازم to، غير to ما يجي وراها. تمام الحلو بالموضوع بالمودلز
أقدر أنفي الجملة وأسويها سؤال بنفس الفعل، لا أجيب فعل ثاني ولا غير الفعل، بالنفي أضيف نوت بعد الفعل وبالسؤال أقدم الفعل بداية الجملة. واضح إن شاء الله؟ يا رب إن شاء الله واضح. إن شاء الله يعني لما أقول we should study hard أو مو we، خليها she مثلا أو he whatever يعني you okay you should study hard أهم you تمام okay مروة hi you تمام you should study hard مثلا تمام. هذه الجملة إذا أردت تغيرها صيغة نفي negative شنو راح يصير؟ you should not study hard you should not should or you. You shouldn't لا negative محمد بالسؤال should you صح negative. ممتاز okay. You shouldn't. دكتور بالبداية قلت علموا الكويشن. صح. لذلك أنا قلت عاشت إيدك. ممتاز. هسا راح أجي لهم أشرح تفاصيله. You shouldn't study hard. طيب أكو أحد يعرف إذا أقول you should not study hard الفرق ما بين الأولى والثانية؟ استاذ الاولى تستخدم بالكلام الرسمي اما العفو الغير رسمي الثانيه بالكلام الرسمي او الكتب وال يعني اللغه الفصيحه الجواب لطيف صح بس اكو بعد ممتاز لا بأس ممتاز ثانك يو مروه اكو بعد جواب ثاني ممتاز لا بأس فيري جود هم صح لكن اكو استخدام يعني مساعد. الاولى انه هو نعم. ما درس بجدية يعني هو شخصيا ما درس بجدية أما الثانية you should not يعني الثانية شلون بصيغة أمرت يعني لا يجب أن تدرس بجدية طيب هم صحيح هم جواب جيد لا بأس إذا ممتاز مروة ومروة تمام thank you ladies ممتاز الإجابة صحيح اثنينكم صح لكن أكو 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 فالجمل خاصة إذا شايفينها مالت do not smoke إذا متبين هذه مكتوب العلامات هذه مال no smoking do not smoke do not cover إذا صارت النوت منفصلة عن الفعل فهذه تكون أكثر حد بها الحدية تصير أقوى جدية تصير بها أقوى يعني شيء أنت المفروض قطعا تجديد. بالضبط لا تسويها أبدا you should not study hard يعني ممنوع عليك منعا باتا أما student شوية بها مجال إن شاء الله واضح يا ربي تمام هسه إذا قلت she can read مثلاً Arabic. Can I just change this into a question? أقدر أسوي هذا سؤال؟ Yes. Can she read Arabic? ممتاز. Very good. طيب. Okay. أنا شرح أسوي هسه راح أكمل شرح وأطلب منكم تنطوني أمثلة من عندكم حتى نتعاون بها مع بعض. أنطيك مثال على question. تمام تفضلي يلا تمام. Okay مروة. مثلاً can I leave now? Oh, do you want to leave? okay, very good. Okay, thank you. Just exam. Okay, thank you. شنو راح أطلب منكم هسه نسوي شباب؟ تمام. أكو فد شغلة مهمة قبل لا أشرحها راح أشوف معلوماتكم عليها حتى نحول عليها. تمام. Okay. غير هذه الأفعال المودلز أكو عندنا أفعال مساعدة أخرى. يعني تقصد auxiliary verb لو يعني طبعاً طبعاً auxiliary verbs yes مرو يفعل البي والهاف أوكي عدنا البي تمام عدنا to be وبعد to have وبعد to do تمام تمام وmodel أوكي model or models خلنا نسميهن تمام طيب أنا هل من الممكن أدمج كل هذه الأفعال مع بعض مثلاً can she do her مثلا homework هاي الجملة صح ولا خطأ على كيفكم لا تستعجلون إذا صح قلوا لي وين الفعل الرئيسي وين الفعل المساعد وإذا خطأ ليش وإذا صح ليش صحيحة هي هذه تمام لأن الفعل دكتور. المساعد هو أسجلك محمد أسجلك تمام أوكي الفعل المساعد هو الكان الفاعل هو الشيء والدو هو الفعل الرئيسي والهير homework هو التكملة تمام ممتاز مروة شكرا جزيلا مروة thank you محمد أكو بالك حل محمد هو قالت علي ست مروة نفس ال تمام نفس الكلام طيب انزين
هسه هذا السؤال للكل، وين الفعل الرئيسي وين الفعل المساعد؟ هذا جملة شو ممكن نسويها نفي ونسويها سؤال؟ الفعل المساعد هو does. إنزين، والفعل الرئيسي هو homework. متأكد محمد؟ العفو هير. متأكد نعم دكتور. أوكي محمد شكرا لك، مو مشكلة، ممتاز. هذا الفعل الرئيسي هو does، هو يكون فعل رئيسي ومساعد بنفس الوقت، والهير طيب. homework هو التكملة والفعل هو الشيء. إنزين تمام، كم كلام لطيف. إنزين شو نقدر نسويها نفي مروة أو بقية الشباب؟ يس doesn't she okay. doesn't okay شباب yes مروة yes مروة yes مروة دكتور ليش ما نقول she does not okay ممكن تكتبون الجواب شباب خلي أسمعه لأن صارت هواي إجابات بدون زحمة عليكم خلي أشوف عفوا حتى الكل يستفاد من الإجابة حتى أشرح لكم ليش صارت هذه الشغلة ومو عيب إذا تخطأ كلش عادي احنا جاي نتعلم وهي مو لغتنا اصلا احنا كنا متعلمين فلا حد يفشل من الخطأ تمام دكتور اذا كان نريد نحاول سؤال يصير does she hear homework جوابك صح لكن اكو بي فقدان معلومة اكو خطأ اكو نقص مو كامل لمحمد اكو شغلة كلش مهمة هسه راح نشوف الحل مع بعض وراح نقول لك شنو بالضبط اللي نقصد بيه احنا أنا منتظر الحل تحبون تودونه بالجروب ولا ودتوا رسلتوا ما أعرف بالشات بوكس هنا أنا أكو واحد كتب الحل شباب بتدون أكتب الحل لكم أنا شباب تمام أوكي مروة وحوراء تمام خلي أشوف الإجابة حتى الكل يستفاد من عندها مروة محمود علي طه تمام she doesn't اوكي ناقص عندنا الاس مروة she doesn't do es doesn't do her homework صحيح عذرا اوكي كلش عادي عاشت ايدك ماكو مشكله الحل صح مروة هو الحل الصحيح عند مروة موجود راح اقول لكم ليه الشباب she doesn't راح اكتب لكم الحل حتى لا عندنا خطا بالاس هنا تحبين تعيدين الحل مره ثانيه مروة ممكن بس أوكي بالأس نعم. حتى الزملاء يكتبونه حتى يروح الحل خطأ تمام أوكي شباب الحل يصير she doesn't do her homework طيب هنا لطالما هو جاي فعل رئيسي لأن ما عندي فعل ويا ثاني تمام لازم أحتاج إلى فعل مساعد ولما أدخل الفعل المساعد مادة الجملة اللي هو الفاعل مفرد عندي لازم أحتاج does وأرجع الفعل الرئيسي إلى أصله أصل does هو do فما أتعب بالموضوع she doesn't do her homework لازم أحتاج إلى فعل مساعد ما أقدر أستخدم نفس الفعل تمام هذا الموضوع إحنا المفروض نشرحه بالمضارع البسيط وضح شباب لو أشرح بعد بتفصيل أكثر وضح أستاذ إن شاء الله وضح إن شاء الله يا ربي تمام أوكي نكمل we Do not use do with modals in questions or negatives. خلينا نشوف ليش بالله. تمام؟ حتى نعرف. Will it work? Can you play the piano? ها صيغة سؤال. شباب صوتي واضح صح؟ اي واضح. تمام. واضح دكتور. ممتاز ممتاز. صار عندي علامة بالشبكة خطأ صارت فتوقعت راح صوتي طيب أوكي جاي شوفون جاي يحذرنا من استخدام الأفعال الأخرى مع المودلز نقدر نستخدم الأفعال الأخرى لكن ما نستخدمها كفعل مساعد لأن شو وقت ما تكون المودلز بالجملة بعد ما نحتاج أي فعل آخر مساعد تمام جاي شوفون هذه الجملة اللي هي النقطة الثالثة Not do you can play the piano مستحيل مستحيل يصير أسوي هاي الجملة خطأ ما يصير هذا الشيء كلش خطأ تمام أوكي She might not want it I couldn't swim very fast Not I didn't could ما يصير إنزين اللي هنا أنا الأمور شوي صارت واضحة وياكم ماكو صعوبة لحد هاللحظة
The models shall, will, would are usually contracted. Shall, will, would. هذا اني اغلب الاوقات يصير ان اختصار شباب. يعني شلون يصير اختصار؟ خليني لكم. She بهالصيغة هذه. وهي مثلا سوري اختصار هذه من جاية هي زائدا would اوكي وهي she زائدا will او shall حسب الاستخدام. شباب واضح ان شاء الله الكلام هذا لو اشرحه بالتفصيل بعد. استاذ الثانية مال هيد هي نفسها جاية ايضا اختصار هي هاد. بالضبط هي هاد نعم صح لكن هذه حسب التكملة اللي بعدها هي تبين إذا كان هاد وإذا كانت ود حسب سياق الجملة. بالضبط كلامك صح محمد كلام مروة نفس الحالة. أوكي شباب هذا موضوع بسيط ما بي مشكلة تمام. أوكي طيب هنا أنا هذه منطينا أمثلة عليها وموضح الأمثلة. طيب We usually use the forms could, might and would in clauses after the past tense verbs. هنا أنا شوي ركزوا وياي شلونكم بالماضي البسيط صعب ولا سهل تعرفوا له ما تعرفوا له الماضي البسيط لو اشرحه لكم كل صراحه شباب. لا والله اشرحها تمام سجى. طيب شباب الماضي البسيط من اسمه هو بسيط past simple. نستخدم الماضي البسيط لكل الأحداث اللي صارت بالماضي القريب مو الماضي البعيد قبل سنتين أو ثلاثة لا الماضي القريب شهر أسبوع يوم ساعة دقيقة لحظة يعني هسه 7:30 صارت ماضي تمام بثمانية ودقيقة صارت ماضي انتهت. فالماضي البسيط كلش بسيط فاعل زائدا فعل لازم بي إيدي أو حسب الفعل ذا شواذ زائدا تكملة والتكملة يفضل يكون بها واحدة من هذه الكلمات اللي هي yesterday ولاست وابو استاذ بس يا صفحه بدي تشرح تمام لحظه ايه جاي اتكلم بصفحه مودل فيربس لحظه 29 اوكي ايه اذا سمعتيني تمام اوكي والله استاذ ما سمعتك بس عيد صفحه 29 ايه شباب سمعتوني الكلام اللي قلته؟ ما أعرف إذا كان لكم مشكلة بالصوت. بلي دكتور سمعنا. تمام جزء مشكلة أم آية زميلتكم جزء بالإنترنت يعني تمام. أوكي شباب. فهسه شنو نختار لنا فاعل أي فاعل؟ هي مثلاً. أوكي. visited هذا ماضي لازم نضيف عليه إيدي. سوري. his friend yesterday. اوكي هنا أنا هذا الزمن حتى اسوي نفي واسوي سؤال احتاج الى did اوكي فشو ممكن انفي الجمله هذه شباب he didn't visit ماكو تمام على سيدك الايدي بالضبط نعم نحذفها طالما طب الدي عندنا خلاص He didn't visit ونكمل الجملة his friend yesterday بصيغة السؤال شنو نسوي did he تمام محمد يس محمد نقدم الديد بالبداية بالضبط did he visit his friend yesterday تمام شباب واضح ان شاء الله هسه للكل الماضي بسيط كله سهل ما في شيء وش وقت ما ندخل الدد على الجملة ترجع الفعل الماضي إلى أصله أوكي وبالمناسبة موضوع الفعل الماضي إلى أصله أحد يعرف الأصل مالت الهاز والهاف والهاد شباب قاعد يعرف والدو والدز والدد شباب سمعوني إن شاء الله. دكتور شنو عيد السؤال؟ نعم. تمام السؤال
السؤال كالآتي: أكو أحد يعرف الأصل مال هذه الأفعال have وhas وhad ودو وdoes وdid لما نحولهن؟ أصل الhave والhas والhad هو have. تمام. ودو أصل الdoes ودو. بالضبط. شنو أقصد به هنا؟ إيش وقت ما تلقى بالجملة did وتيجي تسوي نفي ترجع did إلى do؟ إيش وقت ما تلقى has أو have أو had ترجعها إلى من؟ إلى have. باستخدام المضارع البسيط. واضح ان شاء الله شباب؟ واضح دكتور. ان شاء الله واضح. نكمل اللي عندنا. قلنا نستخدم الماضي الموجود عندنا اللي هو الماضي البسيط مع المودلز، مع افعال المودلز. اوكي، الماضي البسيط هو بسيط كل السهل ما بشي. I didn't know she could speak Spanish. I didn't know she could speak Spanish. Okay? تمام. I was hoping you might. فالكن الماضي مالته could. المي might. Okay? الول would. والكن could. والشل should. وهكذا. الفعل مالته المضارع والماضي. طيب ننزل تحت هنا، تكلمنا عن الفريزل فيربس هذه اللي هي able to, allowed to وغيرها، هذه بقية الأفعال اللي أخذناها. قلنا التمارين يصير على الحل عليكم، فأنا راح أشرح لكم شو ممكن نتعرف عليهن وشو ممكن نستخدمهن. طيب ننزل تحت هنا. تمام. بالبداية أهم نقطة الاستخدامات مالت الول والود. شباب شوي ركزوا وياي، واذا تحبون تاخذون ملاحظات ان هذا الموضوع جدا مهم. willingness، شنو معنى willingness شباب؟ willingness يمكن قاموس تشيك تشيك تشيك. بلا زحمه دكتور، شلون willingness؟ شنو معنى كلمة willingness؟ هاي ضللتها أنا. رغبة أو إرادة. إرادة، حوراء، ممتاز. أوكي، habits، عادات، preferences، شنو معنى preferences؟ أو تفضيل. تفضيل، تمام، أوكي. تفضيل. أوكي. نعم، صح، ممتاز، آية. اوكي، فنستخدم الول والود. احد استخداماته ممكن نستخدمها للاستعداد او الاراده على فعل الشيء. تمام. I will help you، ساساعدك، انا مستعد، عندي القدره ان اساعد شخص. I will help you. تمام. فطالما انت هنا عندك اراده تسوي هذا الشيء فتقول will. تمام. قلنا الول الماضي ما تشن هو would. أوكي شباب، we will، sorry we use will to say we are definitely willing now. نستخدم الول بأن إحنا تمام مستعدين نسوي الشغلة هسه في هذه اللحظة. and would يعني جملة شرطية. بالضبط، نعم شرطية. and would for willingness in the future or in conditional sentences. وود قد تستخدم للإرادة أو القدرة الشرطية للمستقبل. تمام. وبنفس الوقت ممكن نستخدم الود في زمن الماضي والود في زمن المضارع، راح نتكلم عنها شلون هذا إن شاء الله. So willing but not able to. خلني أشرح. I will give you one more chance. كلش واضحة الجملة. I will give you one more chance. هاي للوقت الحاضر يعني. بالضبط، للوقت الحاضر، وجاي تظهر لنا الإرادة على إعطاء هذا الشخص فرصة أخرى. تمام. These are okay advisors. Here are who will help and guide you. أكو ناس مستعدين اللي راح يساعدوك بهذه الشغلة. فالwill تستخدم للإرادة. تمام. اوكي، would مع الماضي
وفي نفس الوقت للإرادة الشرطية اللي تكون للمستقبل. Most people would pay more for better healthcare. يعني توقعاتك للمستقبل، مثلا تقول إن شاء الله العراق راح يتخلص من كورونا، مثلا تقول Iraq would be COVID free إن شاء الله maybe next year. أوكي؟ فالتوقعات الشرطية اللي ممكن راح تكون أفضل بالود، فتقول عليها هنا ود. شباب واضح إن شاء الله؟ واضح. تمام. واضح دكتور. واضح دكتور. إن شاء الله. إن شاء الله واضح. تمام. أوكي. هذه باستخدام ال willingness. أما ال habits العادات و preferences and will and would. We can describe present habits as typical, sorry, as typical behavior with all will. Six. We can use would for habitual actions in the past. تمام. خلينا نتكلم عليها وخلينا نشوف شو ممكن نستخدمها. هنا أنا العادات اللي ممكن ثابتة، خلينا نقول ما تتغير، يعني بالليل، الفجر، الظهر. تمام. خلينا نشوف شو راح نسويها. دكتور يعني شلون عادات بس يعني بالماضي؟ أكو بالماضي وأكو بالمستقبل. نعم بالماضي مع الود. يس صح كلامك مروة، هذه هي. تمام. أوكي. Her children will break everything they touch. تمام. هنا تدري كل زين، سوري يعني أطفالها وكحين، فكل شيء يكضونه راح يكسرونه. ها تمام، هذه عادة عندهم هم. أوكي شباب، مثلا ممكن أطلب منكم طلب، سوي لي جملة، سوي لي جملة تكتبوا لي إياها كتابة. أكو فشي أنتم ممكن تسوونه بالليل بعد شوية، بعد ساعة، على المستقبل. تقول لي I will مثلا، وشنو راح تسوي؟ ممكن شباب جملة تكتبوا ليها بالشات بوكس. سمعتوني وفهمتوني إن شاء الله؟ yes. مثلا دكتور I will eat in the night. أها I will eat dinner. yes. تمام ممتاز. I will sleep in the night. I will sleep. okay. هذه عادة، خلي بالكم هذا عادة أنتوا تسوونها ما تتغير كل ليلة. تمام. أو كل صباح أو كل ظهيرة، فأكو شيء أنت معتاد عليه ما تغيره. تمام. حتى تعرفون شنو أقصد. I would try to say to stay awake every Xmas to see Santa. تمام. هنا أنا شنو ممكن؟ هنا أنا جاي يتوقع أن ممكن يحاول يسوي فت شغلة بالمستقبل. ممكن يحاول. تمام. ممكن يحاول. فالمحاولة بالود هي التوقع لشيء قد يحصل بالمستقبل. أوكي؟ يعني لما أشوف تطلع يعني تحاول بالود بالمستقبل؟ تحاول لشيء ممكن يحصل. آية مثلا هسا نطلع برا ونشوف الدنيا مغيمة مثلا، فراح نقول إحنا قد تمطر. فش أقول؟ نقول it would rain. قد تمطر. قد تمطر. تمام. فهنا توقعات لأن شفناها مغيمة وما ندري لو تمطر لو ما تمطر. واضح إن شاء الله؟ واضح. تمام. أوكي. بس لحظة خل أجيب جلاس ماي شباب وأجيكم ثواني. اوكي شباب. اوكي I will drink coffee. حوراء بعد ال will ما نخلي ing، لازم نخلي الفعل مجرد. تمام. ف I will drink coffee.
اوكي تمام. تمام very good. خلينا نكمل شباب ال will وال would حتى لا اخلي الموضوع صعب. تمام حسب الجملة الموجودة قبل لا نتحول على الموضوع الثاني قبل لا نشرح ال will. نعم ال used to مو يظن. لا ال used to مع ال would وبعدها موضوع الماضي. ال used to هي مو تربط يعني العادات بالزمن يعني الماضي والحاضر. No مروة ال used to تستخدم مع الماضي البسيط ومع ال would. احنا قلنا المودلز تستخدم مع الاثنين. تستخدم مع الماضي البسيط اذا كان عندي would و might و should مع الماضي البسيط. فاقدر اقول I used to تمام مع ال would وال could وال should ما عندي اي مشكلة. لكن ال used to هنا أنا ما مذكورة حاليا. فشنو كنت اسوي انا اكسب وقت امشي لكم المادة وارجع تالي اربط لكم المودلز كلهم مع بعض حتى نتعلم شو ممكن نستخدمهم. تمام دكتور على راحتك. وردة مروة تمام. انا ما جاي اترك شيء بس حتى شنو انطي المهم لان ما شاء الله الوقت وياكم بسرعة يخلص ما جاي الحق سريع كلش. تمام اوكي وان شاء الله جاي تستفادون يا ربي. اوكي ننزل تحت. قلنا التمارين هاي دائما تكون عليكم يعني حتى نكسب بها وقت تعلمون تالي بها انتم. زين وين الكان والكود؟ عفوا الكان والكود ها تمام. المي والمايت قبل لا اروح المي والمايت خلي اوضح لكم شوي شيء بسيط بخصوص الول و ود. شيء كلش بسيط يستخدم المن يستخدم من الفيوتشر و يستخدم المن نفس الحاله هم من الفيوتشر بس شنو not sure حتى يكون واضح لكم to happen هذا الفيوتشر يعني غير متأكدين يعني بالضبط. اوكي okay. مثلا اذا اكو شخص تردون تشوفونه بس انتو ما متوقعين تجون تشوفونه فتقول له I would see you later. I would see you انا مو اكيد اشوفك تالي ما اعرف بوقتي ف I would see you later يعني I would see you later بمعنى بين قوسين انت اما ما تريد تشوفه ضايج من عنده بس ما تريد تقول له ما اريد اشوفك. تمام I would see you later واضح شباب ان شاء الله واضح ان شاء الله واضح يا رب العد الكل ان شاء الله. تمام هذه بخصوص الاستخدام مات الول والود طبعا بعد باستخدامات بس الكتاب ما كاتب من كلهم. طيب may و might و can و could خلنا نبدي بmay و might تذني كلش مهمات والاختلاف كلش بسيط حتى ما داوقكم به نفهمه من هنا هنا على السريع. تمام الmay هو للتنبؤ اوكي للمستقبل و might كذلك للتنبؤ احتمالية الشيء. possibility نفس الحالة هنا هم possibility شباب لكن هنا عندي strong or mild possibility يعني تكون الاحتمالية اما قوية اما متوسطة حسب الموقف لكن هنا تكون weak يعني خلي اوضح لكم شباب اذا اقول I may see you later I may see you later اكو احتمالية انا اشوفك والاحتمالية تكون قوية تمام لكن I might هنا أنا اصلا يعني ما راح اشوفك انا I might see you من المستحيل اشوفك I might see you later. شباب وياي ان شاء الله وياك دكتور. تمام فالمي للإمكانية أو الاحتمالية على فعل الشيء اللي مو يكون ضعيف لكن شوي يكون نسبته أعلى لكن المايت تكون جدا ضعيفة I might see you tomorrow. أوكي لما أنا أقول لكم we may
have a class tomorrow. احتمال عندنا محاضرة بكرة. نانا أكو احتمال قوي ناخذ محاضرة. لما أقولكم we might معناته ماكو محاضرة باكر. من هسه أقولكم. فلما أقول بهالصورة لما أقولكم we might معناته الأمر ضعيف. We might have a class tomorrow. أوكي تمام. زين. هذه المي والمايت. بيها مشكلة؟ بيها صعوبة شباب؟ لا استاذ واضحة. تمام ان شاء الله واضحة. الكن والكود هذا اني ابسط منهم ماكو. الكل يستخدمهن. عندي امكانية وقدرة واحتمالية بنفس الوقت. ذني كلهن سهلات. راح تشوفون تشابه هواية بالمودلز ما بين الول عفوا ما بين الود والكود والمايت. لكن اختلافات هواية. دكتورنا ذني اكثر شيء يعتمد نعم. على المينينج. بالضبط على المعنى. نعم اكثر شيء. تمام عندي كان وعندي كود. الكان والكود الاستخدام مع اكثر شيء ability. تمام هنا قد يكون possibility يعني انت ممكن تسوي فد شغله تقول I can. انت قادر على فعل شيء ما. I can go, I can see, I can swim, I can eat, I can teach, I can speak English. الكود هي احتمالية حالة حال الاحتمالية مات الود والمايت. لكن الكود مختلفة عن المايت. المايت تكون ضعيفة جدا. الكود هي إمكانية على فعل الشيء بالماضي. مثلا خنقول لما كنا أطفال مثلا كنت أقدر أسوق باسكل مثلا. اللي كانوا أطفال من الشباب ومن البنات أقدر أقول I could. شنو يقود الباسكل بالإنجليزي شباب؟ يقود باسكل. يس اكو واحد درايف مو نو درايف كار نو 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 يس 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 رايد رايد شباب. اوكي يعني درايف مع السياره. اي كود. تمام صفحة أعتقد 29 وسن صفحة 36 لا دكتور بكتابنا صفحة نعم صفحة 35 تمام. بعد ما أعرف أنا جاي أشرح بالكان والكود ده تقدرون تجاوبون زميلتكم حتى تعرفون إحنا واصلين. تمام أي كان وكود وميت وميت 35 تمام. أوكي أوكي شباب هسا عرفنا الكان والكود وشو ممكن استخدمهن. عرفنا هذه الطريقه المستخدمه بهن. تمام صار عندنا واضح المي والمايت. طيب هسه واضح. تمام هسه للاستخدام الواضح حتى نعرف اكثر بعد شلون ممكن نستخدمهن ذنا شلون يكون الاستخدام الهن راح اشرح بس هذن الصراحه ولازم نتوقف من عندي وراها محاضره وان شاء الله اكملكم المحاضره القادمه اللي هي بكره اذا الله سهل. لكن اشرح موضوع مهم قبل لا أتقدم. وريدكم تميزون باللي أشرحه. الفرق ما بين الشد والمست. راح أسألكم سؤال بالعربي. تمام؟ راح أقول هل دكتور يعني الشد نعم. تجديد والمست يعني يجب شيء ضروري. طيب يعني وضحي أكثر مرهوة. يعني شلون نقول الشود يعني شلون يعني نقول كنصيحة أو شيء أو إنما الماست يعني شيء ضروري من أمر أعلى الأسفل بالضبط يعني ملزم تسوي بالضبط. تمام فأي ماست ستدي هارد. بالنقطة الأولى بالشود نانا واحد جاي نصحك وجاي تفكر أنت لازم تدرس ترى الوضع متدهور. لكن بالماست لا أمورك كل استعبانة وراسب بكل المواد وما تقدر حتى تنجح فلازم انت يو ماست. فنانا اكو فد شيء يلزمك لازم انت تكمله. شباب واضح ان شاء الله الماست والشود الفرق بيناتهم؟ واضح ان شاء الله واضح يا ربي عند الكل. طيب شباب انا لحد هذه اللحظه لازم اتوقف صراحه عندي محاضره ان شاء الله وراها وبكره ان شاء الله اعوضكم ونكمل ان شاء الله نحاول بكره الكتاب ونكمل مودلز ونكمل شنو عندكم مواد تردون أشرحها لكم إن شاء الله أكون وياكم.